النساء بفضل رب ملائكه وخاصه بين المناطق المتصالحه في جميع انحاء فترات الحروب والصراعات بين الدول او بين افراد المجتمع الواحد. وكلمه جينوسايد، جينو باليونانية تعني سلالة أو رق أو قبيلة. فنقول أولاً إنه وضع النساء في العالم يزداد تفاقماً نتيجة الأزمة اللي عم تعيشها الأسرة اللي عم تأثر على العالم. The new developments ensure women's participation in governance, challenging traditional patriarchal structures. Despite the patriarchal traditions prevailing in society, women have solidified their position as warriors by taking up arms against the civil. ماذا أهمية هذه الثورة وماذا تأثرهن بها وكيفية تكييفها لنقل مع واقعهن ومع مقتضياتهن في بلدهن. لكن أعتقد أن هناك أمامنا ما تزال تحديات كبيرة لكي تنتشر هذه الثورة وتأخذ مداها الذي تستحقه وتأخذ صداها الذي تستحقه لديما في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا وفي العالم. المادة الثانية من اتفاقية 1948 يمنح فيها الإبادة الجماعية ويعتبر جريمة يعاقب عليها، سواء كانت هذه الجريمة بالتخطيط أو التحريض أو الدفع بآخرين لارتكابها. طبعاً لكل نجاح في مسيرة الأم ومسيرة النساء في جميع أنحاء العالم من أجل تحقيق المساواة التنموية الفردية طبعاً. في البداية أشكر رفيقتي على هذه المذاكرة القيمة التي فسرت فيها مفهوم تقدير النساء لأنهن نساء. قضية صرنا في تونس نشعر بالاستياء تجاهها نتيجة ازدياد عدد الضحايا كل يوم. تحياتي للمرأة السعودية في كل مكان وللمرأة العربية في كل مكان وللمرأة بشكل عام. مستشارة فاتن علي استحمات من فلسطين ولكني لاجئة وأكتب في لبنان في مخيمات لبنان المخيم برج الدراجري. تعرضنا للأسف للكثير من الحروب. ترتكب عادة جرائم قتل النساء المتعلقة بالشرف من قبل أفراد الأسرة عندما يرون أن سلوك النساء تجلب لهم العار ويحتاج إلى عقوبة. ينجم هذا النوع من القتل عن علاقات الرجال الاستبدادية مع النساء كحامي الشرف وكفاعل ومتحكم وحيد بحيوات النساء وخاصة النساء عائلته بوجود أدوات تمييز ضد النساء من نصوص دينية وقوانين تمييزية وتقاليد وسلطة مجتمعية. أزادي مرأة حياة حرية ونعلن تضامننا وتعاضدنا مع القابعات في السجون الأنظمة السلطوية والقوموية والإسلاموية. أنا أود أن أشير إلى العنف السياسي. العنف السياسي يشير إلى الأفعال التي تهدف إلى منع النساء من المشاركة الفعالة في الحياة السياسية أو تقليل تأثيرهن فيها. هذا النوع من العنف يمكن أن يتخذ أشكالاً متعددة، منها العنف الجسدي، النفسي، الاقتصادي، القانوني. القانوني هنا يمكن له من خلال استخدام القوانين أو اللوائح بشكل تمييزي لمنع المرأة من الترشيح أو المشاركة في الانتخابات. هذه الأشكال من العنف تؤدي إلى تقليل نسبة مشاركة النساء في الحياة السياسية وتحديد من قدرتهن على التأثير في صنع القرار. هنا من المهم العمل على تعزيز الوعي بهذه القضايا وتقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه التحديات. بكل مكان المرأة تناضل وتكافح لخلق ثورة مجتمعية، ثورة نسوية أمام الإبادة، يجب أن نذكرها ونتضامن معها ونكون قلبا واحدا سوية، لأنه ما زال هذا الموضوع الخطير اللي هو إبادة المرأة فيمينيسايد، يعني ما زال هو
غير معترف به دوليا من قبل العديد من الدول، وخاصة الدول القومية، وخاصة الدول اللي هي جزء من النظام العالمي الإسلامي. يعني هذا مصطلح متداول بين الحقوقيين والناشطين، ممكن يكون في أحد المؤسسات والمنظمات الأممية معترف به، ولكن ليس معترف به دوليا. لذلك ما زال أمامنا الكثير من العمل والنضال المشترك النسوي في الشرق الأوسط والعالم، خاصة بأجزاء كردستان. همو يعني إيه همو رخصتني جواكي وسياسي أم تكوشينا هفبش بتكوشينا كي هفبش أم شورش أجليد باريس. بالطبع عندما نقيم الثورة التي اندلعت في شمال وشرق سوريا نجد أنها تحمل في جوهرها التغيير والتحول الديمقراطي، كون الاستراتيجية التي تبنتها كانت إيديولوجية، وأحد أهم المواضيع التي تبنتها كان التغيير الذهني. كان من مكتسبات الثورة هو أو تشكيل مجلس المرأة السورية للأزمة التي مرت بها المنطقة، كان لابد من تشكيل مجلس المرأة السورية لتعميم ونقل هذه التجربة الديمقراطية لجميع مناطق ومحافظات الجغرافية السورية. أفضل تشجيع ركا حماية المكتسبات وتطويرها. هرتم بنقاش مدى أذهية بس كرامي تشاوى بيش بيخن بتشيرين يمي بيش بيخن ببي محوري بقريدايش وهبال ركسان كلب نقطة دانة ديار كرن وبيشين يمنى يعني هبال يتجيب ويرو بناب مدى حاضر وقت هني سكنا ورنج شورشة ما خشي كرنا بهيز كرنا بقوة كرنا بباوري رو دبيجن شورشة ما شورشة جنش بر مكتملة بحمو اندام يطلع آدية دبلوماسية بقى آدية سياسية بقى آدية لشكري بقى آدية آبوري بحمو أوائي بقى شورشة جنة بيرنجي تناس كرن.